السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد والاستفادة من بقايا الخيوط. النهاردة هنعمل مع بعض التوكة الجميلة دي، سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. أنا اشتغلت بخيط بقايا خيوط عندي، يعني مش شرط هي ليزا إليزا، واشتغلت بالإبرة مقاس 2 من النوع ده عشان أنا عايزة الغرزة تبقى ماسكة نفسها شوية وبس كده، ومقص. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل التوكة دي ازاي. قبل ما نبدأ نعمل لايك، ولو عجبنا الشغل نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. يلا بينا. اول حاجة هنجيب التوكة استك كده ونبتدي نسيب حتة خيط صغيرة عشان نثبت بيها، عشان مع الاستعمال التوكة ما تفكش معاكي من البداية. تمام، هنبدأ اول حاجة نمسك الخيط كده طريقتنا العادية خلاص، وهنخلي الخيط ده كده. هندخل من تحت التوكة وهنسحب بالشكل ده ونعمل اول سلسلة كده، دي كتثبيت مش من العدد بتاعنا. بعد كده هبتدي اعد سلسلة 2 3 4 5 6. تمام، بعد كده هلف لفتين عشان اعمل عمود بلفتين. الخيط ده هاخده معايا عشان اثبت بيه الغرز، وهبتدي ادخل في الغرزة كده واطلع من حلقتين حلقتين حلقتين. انا عملت كده عمود بلفتين، هسحب واعمل سلسلتين، هلف لفتين وادخل اعمل عمود بلفتين، من حلقتين حلقتين سلسلتين، الف لفتين وادخل اعمل عمود بلفتين. يبقى انا كده بعمل سلسلتين عمود بلفتين، سلسلتين عمود بلفتين، لغاية ما أملأ التوكة بحيث تبقى بالشكل ده، يعني يبقى مليانة كده، يبقى التوكة نفسها مش باينة من الخيط. وهخليه عدد زوجي طبعا، بتعدي وانتي شغالة أو بعد ما تخلصي تعدي، دايما هيبقوا عدد زوجي عشان الغرز اللي بعد كده بتظبطي حسب بقى حسب التوكة اللي انتي شغالة بيها، سواء أصغر من ديت أو أكبر من دي، بتظبطي يبقى معاكي عدد زوجي خلاص. وهتبتدي تشتغلي برضو اهو تاني عمود بلفتين، سلسلتين عمود بلفتين، وبتاخدي معاكي الخيط دون مسافة طويلة عشان يثبت بيه مع الاستعمال، ما يفكش منك الشغل بتاعك. هكمل السطر ونرجع نكمل مع بعض كده. سوري كده كملت السطر بنفس الطريقة اللي انا شرحتها، 2 عمود سلسلتين، قصدي عمود بلفتين، سلسلتين عمود بلفتين. اخر عمود عندي هنا هو، انا هعمل سلسلتين، هاجي على اول عمود انا عملته. انتوا لو تفتكروا كنا عملنا 6 سلاسل، بعد 1 2 3 4 بدخل في الغرزة رقم 4 وبسيب غرزتين اللي هما الفرق بين كل سلسلة وسلسلة، بس حابة اعمل غرزة منزلقة. تمام اهو بيبتدي اهو، شايفين؟ هاجي بعد كده السطر التاني، هدخل على اول فراغ اعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هدخل اعمل غرزة حشو. دي اول غرزة حشو عندي في السطر. هرتفع سلسلة 2 3 4 5 6، وهدخل على الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، والغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو، وهشتغل السطر كله بنفس الطريقة، 6 سلاسل وغرزة حشو في المربع اللي بعدها، كل فراغ فيه غرزة حشو، وبين كل فراغ وفراغ 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، والفراغ اللي بعدها على طول هعمل غرزة حشو، وهكمل السطر بنفس الطريقة، 6 سلاسل وغرزة حشو. كمل السطر وارجع لكم تاني. لو عجبكم التوكة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل التوك اللي جاية الفترة اللي جاية. هعمل لكم مجموعة توك، ولو في اي اقتراح لاي حاجة تانية بنعملها مع بعض برضو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على ما اكمل السطر. كملت كده السطر، 6 سلاسل غرزة حشو، 6 سلاسل غرزة حشو، عملت 6 سلاسل. وهنا عندنا اول غرزة حشو احنا عملناها، هندخل فيها كده ونعمل غرزة منزلقة. هندخل بقى في اول فراغ ونبتدي نشتغل اول غرزة حشو، بعدين غرزة حشو تاني، بعد كده هعمل غرزة نص عمود، تاني غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل عمود،
تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. انا كده اشتغلت 2 حشو، 2 نص عمود، 4 عمود. هرجع تاني اشتغل 2 نص عمود، دي اول نص عمود، ادي تاني نص عمود، 2 حشو. يبقى كده في كل فراغ بشتغل 2 حشو، 2 نص عمود، 4 عمود، 2 نص عمود، 2 حشو. هكرر في الفراغ اللي بعده على طول، بدخل اعمل غرزة حشو، تاني حشو، نص عمود، نص عمود، عمود، 2، 3، 4. ارجع اعمل نص عمود، تاني نص عمود، حشو، حشو. وهبتدي اشتغل على كل الفراغات بنفس الطريقة. على فكرة احنا ممكن الخطوة دي وتبقى برضو شكلها حلو ونقف عندها، اللي هي الخطوة بتاعت السلاسل الحشو دي، اهي ممكن تبقى توكة كده بالشكل ده جميلة. عايزين تعملوا الخطوة الاخيرة دي، اعملوا الخطوة الاخيرة دي. عايزة اقولك كمان ان انا شغالة بخيط لون سادة، لو انت عملتيه بجمجوه هتطلع شكلها تحفة، فده برضو يرجع لك ويرجع لبقايا الخيوط اللي موجودة عندك. هكمل السطر ونرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. كده خلصت السطر، انا كده عملت الغرزتين الحشو في الاخر. هاجي هنا عند اول غرزة حشو انا عملتها، وهعمل غرزة منزلقة، وهسحب الخيط هقصه، هنسحب الخيط بالشكل ده، وبعد كده بإبرة التنظيف هنبتدي ندخله جوه الشغل. وبكده تبقى خلصت التوكة مع بتاعتنا النهاردة، شكلها جميل. ولو قلتلكوا زي ما قلتلكوا كده، لو عملتوها بخيط جنجاه هتدي شكل تحفة، شكلها جميل وحلو خالص. يا رب تكون عجبتكم، وانتظروني في توك جديدة واشكال جديدة. زي ما قلتلكوا لو محتاجين اي موديل او اي حاجة معينة اكتبوا لي في التعليقات، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم رضا احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.